مرحبا حبايبي، اليوم حبيت اسويكم يعني اصطحبكم وياي جوله تسوقيه للاماكن اللي اني احبها واحب ازورها. اول شيء يعني جاينا موسم الشتاء، وتدرون بي اني لحد الان دا اسوي ديكورات البيت والهاي، اجيت للمحل مال هوم جود. اني اول شيء ابدي منه، ولو هم يعني قالبين السوق كله مال الهالوين، مال الهالوين كل الاسواق. طبعا هو بشهر العاشر، وانا اسوي لكم هذا الفيديو بشهر التاسع، بدوا هم من شهر الثامن، وهاي كل العالم وكل عقلهم يسوقون للهالوين. هم طبعا امريكا دوله راسماليه ويحتفلون، وعندهم قابليه شراء مو طبيعيه. طبعا هاي يشتروهن ما تصورون الاسعار، ولو نورة همنا صايرة لأن ربط هنا همنا تزين الباب، وهذه باحتفالية الهالوين. شوف كلها صارت ألوان خريفية، شوف الورود هذه كلها وراها شجيكم يعني سكتوا الفالنتاين عيد الحب، كلها تتغير الأجواء مال المحلات. وهاي نورة دا تنتظر، ها اي عبالي وراها الفالنتاين، مو اني من كثر المناسبات هسه نوره باعوا واقفه يم الورود الخريفيه، وراها تقول لك راح يشيلوهن الذني يعني و... بعد اربع اشهر حاطيها. اي واعطيكم معلومه مثل ذني، هسه كلش اسعارها غاليه، اليوم صار مناسبه الهالوين انتهت، يخلوهن بهاي العرباين بالجملة يترسوهن ويقولون شون كوم فلس، تعال أخذ، تصير عليها ديسكاون، لأن شنو دا يلحقون يشيلون هاي الأشياء أحسن ما يذبوها بالمخازن، يسوون عليها تنزيلات ووراها شنو لحق يا ولد مال الكريسمس. جدر هذا الحجم محتاجته، لأن كل الجدور اللي عندي لو صغار لو جدا كبار، هذا الجدر دائما يعني استعمله، بس دا اريد ادور اللون الاسود. يشوفون هذا حلو، واليدات خشب ما يحرق، بس اللون الاسود ماكو، ليش؟ يظل محافظ على كشخته على رونقه. هذا دخيلكم والله شكله يوم واحد يخرب. حايط اني اشقي دائما اشتري منه الفرش مال الكيك، مال دهن القوالب، العصارات، احب دا ادور على قطاعة مال عجين مال بيكري، هاي من نسوي بها الخفيفي نقطع بها العجين. هاي مرتين اجيت ماكو، كلها موجودة بالمولات، بس بالمولات اسعار خيالية، هنا اسعار مهاودة، ما اقولكم كلش رخيصة، بس شنو حبايبي الاسعار مهاودة، بس مو مثل يعني المولات. مثلا هاي العصاره مال الليمون، هنا انا بالله بيش كاتبيها، وين السعر مالتها؟ بستة، هاي تلقوها ب$40 بالمولات، وهي نفسها. هم المولات اللي شغلات اللي عندهم ما تنباع وتجيهم غير بضاعه يجيبوها لهاي مكانات هوم جود، الملابس يودوهن التي جي ماكس ومارشل. طبعا شنو احبابي، كل قبل كنت احط الاكل بالعلب البلاستيك، بعلب البلاستيك شفتها انه تكسب لون ويعني تروح تتلف، فبدلتهم كلهن بالزجاج. هسه عندي شو يبقى اكل باللبن، اشتريت مدورات للبن، انصحكم تستخدمون ذني، وذني حتى ينحطم بالميكروويف بالفرن ذني، اي بايركس، ونفس الاسعار. اني بدلت هسه كل ثلاجتي كل الاحجام، حجم المتوسط، الصغير من يبقى عندي قليل من الاكل، والحجم الكبير مثل هذا. بس همي انا انصحكم شنو نصيحه، مثل هذا زين ما يبين بيه من تحطون اكله بيها طماطه يعني معجون يصير اللون لون القبغ، القبغ همين هذا غامق. انا اخذ الزيتوني اللون الفاتح، الجدار العلب عندي القبغ تلف ظل بي اثر، حتى انقع بالقاصره اغسله بالغساله ما يفيد، فاخذوا الوان الغامقه.
من البيكري طبعا حيسوون به هذا تتذكرون البامجرام شو يسمونه ورا؟ لا بامكن البامكن العلبه صغيره والشيبك احنا نسميه شو تسموه انتو هاي هنا هم قوالب تنحط بالفرن هاي بايركس كلها تشوفون اللون البرتقالي اللون الخريفي الكوشه الهالوينيه شباب قلت لكم انا جايه على السلات مال مادروم حتى اكملها واصورها واشوفكم اياها اني هي المادروم بيضه والحائط رصاصي هسه ذني حلوات بس اللون ما يناسب ما ادري اخذهن شو تقولون واجربهن شنو رايكم هذه خلوها جوا الكرويته ايام المطر مثل واحد تكرمون يحط حذاءه يحط الشمسيه المساحه مالتنا كبيره هاي قصيفه اي بس طولها زين الطول عالي بس هاي تعيشوا فيها نوره رصاصيه بس هم انا مو اثنين بس وحده واحنا محتاجين اثنين هذا هاي قسم الشموع الريحه تعطط عطر البنفسج هاي اللوحه ايش كبرها مال اي انا اخذت مرايه كلش جميله اكبر من هاي اخذتها هم انا من هذا المحل وخليتها امام يعني بالصاله حلوه واحد من يطلع يشوف نفسه هاي ايش قد حلو هسه الموديل مثلا السيت مال شو اسمه الليفنج روم مثلا نفرض لون واحد بس يخلون واحد على صفحه مختلف تماما اللون والديزاين فهذا هسه تقريبا عبالك الديزاين شرقي عربي ورا هذه شوف هاي الشغله كل واحد يقدر يستعملها بفد استعمال هاي المرايه ايش قد حلوه يا مراه يا مراه اني احلى لو سندريلا زين هذا ايش عجب ما طاغ عليه الجو الهالوين هذا فالت منهم هذه الجهه كلها قلبوها هالوين ايكم هاي بالمطبخ واحد يحط بيها الفاكهه سبحان الله هاي جنن يمكن هاخذها شنو رايكم اخبرها اقول لها نوره خلنا ناخذها منها نسبح الاطفال وتضحك علي اخذت هاي هي اقول هاي حلو حجمها حلوة بالمطبخ تنحط نخلي بيها فاكهة وهمينها هي حتى لو فارغة ما يعني منظر حلو هاي السيتات كلها أبيض بما أنه نورة الكاونتر مالتنا كلها استعملت اللون الأبيض الماعين على البلامة على الكاسات مثل ذني كلها استخدمت اللون الأبيض مال تانكس جيفن اللي في سيفس اللي يسموه تركي وهذه هم مشهورين بتفاحة أقول كيكة التفاح يسووها هيك حياكة فهذه العلبة مالتها الظاهر يلا منو مثلي من المتابعين يحبون سوالف البيت هذا اللون مسويه خريفي بس هاي التحفة أعتقد منتشرة بالمسلسلات بالعيادات بالأدخول بالدوائر بس هذا البايسيكل يعني أخذت واحد من عنده للحمام حطيته بالرف يجنن حمام ابني ثيرو أخذت من هاي أبو أنس يحبها الكرة الأرضية هذا ميزان العدل شنو رأيكم ما ادري اشتريها وهديها لابني انا سابو البزازين اللي جاي بالكريسماس تخبل خبل زود تتغار منها انا اجينا على الكاشير راح ندفع هاي الاشياء وجوز بدنا ارجع للبيت اشوفكم اياها الاشياء اللي اخذناها زين حبايبي هاي النور دفعت بالتليفون ما شوفتكم وكملنا هاي الاشياء يلا نوصل للبيت اشوفكم اياه طبعا حبايبي وصلنا للبيت وادري بكم التكتكون تريدون تشوفون شنو اللي اشتريناه اشتريت شو اسمه همينه هناك بلوزين شتويات
شوفوا هاي قلت لكم عليه الوقع هذا فوكس مو نوره تعلم. واشترينا اوفن ميكس اي هاي القطاعه مال عجين تستخدم من جهتين يعني. حبايبي خلي اشوفكم اياها تريدوها يعني عدله او مقرنصه تريدوها عدله تريدوها مقرنصه يعني انتو ايام الكليشه ايام الفطائر بالزعتر اخذناه واخذنا هذا الورد الخريفي عندنا هنا كمزهريه شنو رايكم بيه هسه اشوف لهم اياها اي هاي اخير شي نوره صورتكم اياها من اللي حتحطها بالمزهريه وهاي الحلوه على عناد ابو انس زين على عناد ابو انس اي هاي مال ملح هاي شقد حلوه مال ملح همينا فرفوري يعني زجاج انتي عندك عشق للليمون هناك كل الليمون هناك يا شنو رايكم هاي تنحط بصف المزهريه وهي مال المطبخ وهم نحط بيها هنا مثلا فواكه سله الفواكه اي زين وين اختها المزهريه اللي اخذتها شنو هالجمال ها وقلت لكم هذا اللون عجبني ما اني عندي كل الالوان شوفوا هاي نحط بيها الورد تصير هي سيت هي وهاي شوفي 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 الله عليكم كتبوا لي بالتعليقات اذا عجبتكم راح احطها هنا من نخلص يعني طبخ وهاي هم هي زينه وهم يعني هي خزينه شوفوا حبايبي هذا اللون هم يعني الوان غامقه على مود يعني هذا ايش قد مستعملتها ما يبين بها من احط يعني شوربه مرقه هذا يعني هو محافظ عليها خلي بها بس خضروات عندي وحده هسه بالثلاجه من حطيت بيها مره مرقه هذا القبغ الابيض ما راح كله كل اصفر فهاي نصيحتي لكم تاخذوها الوان غامقه الكفر القبغ طبعا احبابي قلت لكم عندي هاي الزاويه خليت مرايه وحطيت هذه المزهريه وكل مره يعني كل مده طبعا الاوراد القديمه اضمها يعني كل موسم هسه موسم الخريف هذه الالوان شنو رايكم بيها شوف الجمال بس الله لازم توزعيهن هاي عاشت ايدك والله انت هاي اللي تنسق مو انا شلتهن شده واحده وحطيتهن والله عاشت ايدك هات هات صوريها هلا ماما يعني شو اقول احمد الله انه اني اطول من المزهريه بس هم لابسه اخضر شو اسمه سعاد تريد اشوفكم بيت الجيران مالتنا هذول دائما شنو هذول ماما هذول يعني يحتفلون شنو يقولون قبل الهنا بسنه يعني بعد لنا شهر كامل يجينا الهالوين اللي يجينا الهالوين هم جماعه من هسه حطوا الزياد طبعا هي المنطقه كلها حتنقلب بس مو من هسه بس هم هذول اول ناس بالمنطقه بس اليوم خلاص الهالوين انشالن نحطن مال الكريسماس يعني عندهم كل عقلهم اي واهسهم مو طبيعي يعني مو مثل احنا اخير شيء ونقول ها وعندي وقت ما عندي وقت اي يعني كل اللي احطه احط فمكن من هنا ومن هنا وها هي ونحط لهم يعني طبله للاطفال هاي بيوم الهالوين بيوم الهالوين نخلي لهم شو اسمه الكاندي يجون لان مثل الماجينه مثل شو يسموه نسيناها الخليج شو يسموه القرقيعان يدقون الباب فنقول لكم مع السلامه ان شاء الله استمتعتوا ويانا بهاي الجوله التسوقيه واستفاديتوا شويه من هاي النصائح واقول لكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب ولا تنسون تتابعون همينا اللايفات مال التيك توك همينا ماما سعاد مع السلامه مع السلامه